مجالا وإكبارا إلى من صنعوا لشعبنا مجدا وتاريخا وثورة. عيد وتقول وين حماة الدار؟ وين العرب؟ وين الأحرار؟ إننا نحيي ذكرى شعب أعزل أصيل كريم اجتث واقتلع وشرد من أرضه وسرقت وهدمت بيوته وقتل أطفاله وشيوخه ونسائه. ارتحل وتشرد في بلاد المنافي وسكن المخيمات في الوطن والشتات وهو يعيش الهجرة مرات ومرات. جيبوا الحنة الشهيد بستنى على أكتاف مرفوع. غرسون كشجر الزيتون مناضلون محافظون فيهم ونكون معهم ونتمنى السلام لهن. هي تشرد واقتلاع، هي ثورة، هي حق